لازلنا في ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء، ينضم الينا سعاده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سعاده السفير صباح الخير، اهلا وسهلا بك في هذه الحلقه من هذا الصباح. لا شك انك تابعت الدور المصري في ما يحدث او ما حدث سابقا في غزه والتوصل الى تهدئه، حتى هذه اللحظه مستمره هذه التهدئه والزخم المصري في انشطه المسؤولين المصريين سواء على المستوى الدبلوماسي او على المستوى الاستخباراتي في القاهرة أو في رام الله أو في قطاع غزة أو حتى في تل أبيب. كيف تقيم إجمالا هذا النشاط المصري المحموم والمكثف لحل القضية الفلسطينية أو على الأقل لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين بعضهم البعض أو بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ يعني مصر لم تدخر وسعا في استخدام كل الأساليب الممكنة، وهذه ليست المرة الأولى لإيفاد وفد أمني لمحاولة أولا إيقاف إطلاق النار ثم الآن لتثبيت وقف إطلاق النار، وهي مهمة ليست سهلة. لدينا مشاكل على الجانب الإسرائيلي ومشاكل على الجانب الفلسطيني. في الجانب الإسرائيلي بالتأكيد أن هناك من يستفيد بالحالة الراهنة وحالة التوتر لتبقي على كرسي رئاسة الوزراء حتى لا يتقدم للمحاكمة. هناك محاكمة تنتظر رئيس وزراء إسرائيل يؤخرها يعني إزكاء روح الحرب بين إسرائيل وبين الفلسطينيين وإشعار الشعب الإسرائيلي أنه واقع تحت مخاطرة. حتى هو صرح مباشرة أمس أن أي بديل له سوف يعرض أمن إسرائيل للخطر. عندي مشكلة على الجانب الفلسطيني أيضا، وهو أن هناك أطراف فلسطينية لا تريد أن تخضع للراية الموحدة الفلسطينية وأن تكون جزء من عملية منظمة التحرير الفلسطينية. ومصر تبذل كل جهودها في هذا الشأن من أجل يعني إدخال كل العناصر في بوتقة واحدة ثم القبول بعملية إعادة الإعمار. وحتى إعادة الإعمار هناك من يريد أن تتم عن طريقه وحده ولا غير. إذن يعني هذا يدلك على الكفاءة العسكرية المخابراتية الدبلوماسية التي تدير بها مصر هذه العملية. والموضوع كله حساس جدا وقد ينفجر أو لا ينفجر في أي وقت، ولهذا تثبيت وقف إطلاق النار مهمة ليست بالسهلة، ونرجو أن تتم من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق. وقف إطلاق النار سعادة السفير ربما تتفق معي أنه ليس الهدف الأساسي لدى القاهرة، الهدف الأساسي هو حل هذه القضية الفلسطينية بشكل كامل من خلال عدد من خطوات ربما بدايتها وأولها هو وقف إطلاق النار واستمرار هذه الهدنة وتطويل هذه الهدنة كلما يعني كان هناك وقت لتطويل هذه ومد أمل هذه الهدنة. لكن هناك أيضا عديد من النقاط من بينها حل المشكلات العالقة بين المفقودين وبين أيضا المحبوسين من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هناك أيضا وحدة الفصائل الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية وأيضا إدخال هذه الفصائل كما حضرتك ذكرت داخل منظمة التحرير الفلسطينية. إذا ما يحدث حاليا هو خطوة ضمن استراتيجية كاملة ربما تسعى القاهرة لتحقيقها. نعم، هذا كلام سليم جدا، وأنت تحارب على جبهات عديدة. طبعا وقف إطلاق النار هو الجزء المشتعل من المشكلة، فنحن نطفي الحرائق أولا ثم نبحث عن من الذي يشعل الحرائق وكيف نوقفها وكيف نتلافى عودة هذا التوتر مرة أخرى. لكن الهدف الأساسي كما أنت تفضلت بالإشارة إليه هو أن نحل المشكلة الفلسطينية. شعب يعني وحيد في التجربة في العالم، لم يعد هناك شعب يعاني من الاستعمار، بل هذا ليس استعمار، ده استعمار استيطاني. أناس يأتوننا من كل حدب وصوب في العالم ويدعون أن هذه أرضهم، وهم ربما لا أجدادهم ولا أجداد أجدادهم لهم أي صلة بالمنطقة. هي ادعاءات يعني خائبة، ويعني ليس سرا أن نقول بكل صراحة أن يعني تقوم إسرائيل كلها على أكذوبة. كيف نوقف هذا؟ ويعني لحسن الحظ أن هناك بعض العناصر الجديدة في الموضوع من أصدقاء إسرائيل الذين يرون أن مستقبل إسرائيل مهدد بهذا الصلف وبعدم القبول بحل الدولتين. لأن دولة واحدة لو أنها صمدت، أتكلم على الفلسطينيين،
10 او 20 سنه، فما هو مستقبل دوله كاسرائيل تقوم على اقامه عداء بين الملايين الذين يسكنونها واحتلال جزء من ثاني اكبر جيش في العالم في سوريا والجولان، ومعاداه اجزاء من او احتلال اجزاء من لبنان. دوله تقوم على العداء في الداخل وتهديد امنها من الخارج. لكن سيد سفير، منذ اللحظه الاولى، نعم منذ اللحظه الاولى للعدوان الاخير على الاسرائيلي طبعا على قطاع غزه، مصر تدخلت بشكل كامل لوقف هذا العدوان في 11 يوما فقط. ربما تتذكر سعاد سفير انه في الحرب الاخيره في 2014 كانت مده هذه الحرب تتجاوز ربما 50 يوم على ما اتذكر، في 2008 كانت ايضا ايام طويله. هذه اقصر حرب ربما بين اسرائيل وقطاع غزه بعد تدخل مصري، بعد وساطه مصريه. مصر كانت محل ثقه لدى جميع الاطراف سواء الفصائل الفلسطينيه او حتى في اسرائيل. هذا التدخل المصري، هذه الوساطه المصريه لم تكن فقط سياسيه ولا امنيه، لكن حتى بادخال المساعدات الانسانيه والمساعدات الطبيه والصحيه وفتح معبر رفح بشكل استثنائي وعبور الفلسطينيين الى الاراضي المصريه. كيف تقيم اجمالا هذه التدخلات المصريه والوساطه المصريه الصحيه والطبيه والانسانيه لدى سكان قطاع غزة، وربما هذه الصور التي نستعرضها مع حضراتكم استعرضناها منذ قليل وشاهدناها في تقرير مع الزميلة آية الغرياني، استعرضت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي مرفوعة في قطاع غزة تقديرا للدور المصري فيما حدث في الأيام القليلة الماضية. هو الفلسطيني في المتوسط وبالذات الغزاوية عشرون لسنوات طويلة عندما كانت مصر تحكم قطاع غزة، وإذا سألت فلسطيني غزاوي هو يعتبر نفسه أقرب إلى مصر منه لأي مكان آخر. صحيح. وبالتالي هناك تقدير لكل ما تقوم به من أدوار، ومصر فتحت جميع الملفات، استخدمت جميع الوسائل. ولعلك متابع زيارة وزير خارجية إسرائيل والتي تتم لأول مرة منذ عام 2008 أو 2009. صحيح. أنا نفسي اندهشت وأنا كنت مدير لإدارة إسرائيل أني نسيت اسم وزير خارجية إسرائيل لقلة الاتصالات من جانبهم والصلف والغرور الذي كان يحكمهم. الآن بنستعيد كل هذه الوسائل وكل هذه الملفات تفتح لإغراء كل من الطرفين بميزة السلام، وأن التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف قائم على السلام ووقف إطلاق النار هو مكسب للجميع، لأن المفاوض الجيد هو الذي يستطيع أن يقدم عرضا يحصل كل طرف فيه على ميزة أو مزايا ويتقاسم الناس كلها يعني كعكة السلام كما نسميها، دون أن يرثرث طرف دون طرف بكل المزايا. صحيح. ده اللي بتقوم به الحكومة المصرية سواء عسكريا أمنيا دبلوماسيا بكل الوسائل الإقناع، ونستخدم في هذا أيضا شركاء لنا سواء في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو من عقلاء اللوبي الصهيوني الذين بدأوا ينطقون ويستنكرون السياسة الإسرائيلية الراهنة، ليس فقط لأنها تظلم الفلسطيني وعدوان عليهم، وإنما لأنها تقلل من آفاق مستقبل دولة إسرائيل ذاتها إن كانت تريد البقاء. سعاد سفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. شكرا جزيلا.